أفعال المجموعة الثانية في اللغة الإيطالية واللي بتنتهي بإير أو إير إي، لما بنيجي نصرفها بنشيل النهاية اللي هي إير ونحط مكانها مع الإيو أو ومع التو إي، لوي لي إي نوي يامو فوي إيت لورو أون. تعالوا نشوف مثال وهو الفيربو فيفيري بمعنى يعيش. إيو فيفو تو vivi, lui, lei vive, noi viviamo, voi vivete, loro vivono. ولو هنقارن ما بين verbo أو فعل من أفعال المجموعة الأولى اللي هو abitare, abitare يعني يسكن، والفعل من المجموعة الثانية اللي هو vivere اللي هو يعيش، فهنقول io abito أنا أسكن، io vivo أنا أعيش، tu abiti tu vivi، lui lei abita lui lei vive، noi abitiamo noi viviamo، voi abitate voi vivete، loro abitano loro vivono. هنلاقي إن الفرق موجود في اللوي واللاي، ا مع المجموعة الأولى كنا بنحط ا زي ابيتا، إنما في المجموعة الثانية بنحط اي زي في في، وكمان مع كمان مع الفوي في المجموعة الأولى كنا بنحط ات زي ابيتات، إنما في المجموعة الثانية بنحط ايت زي vivete، ومع اللورو كنا بنحط عنو زي abitano، إنما في المجموعة الثانية بنحط uno زي vivono.